إذن ميناء درنا الذي كان يعج بالسفن تحول إلى مكان لجثث الضحايا ومخلفات إعصار دانيال الذي ضرب المدينة قبل أيام. مؤخرا خلى الميناء من العمال والصيادين لتحل مكانهم فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية التي تساعد في انتشال ما استقر في شواطئ درنا من جثث ومركبات وكل ما جرفه الفيضان باتجاه البحر. ومن بين ما تم جرفه وبحسب حديث رئيس لجنة الأزمة في مصلحة الموانئ الليبية لوكالة فرانس بريس، أشخاص احتجزوا في مركباتهم التي غرقت وأعلن استمرار تنسيق الجهود للبحث عن العالقين. مياه الميناء تحولت إلى اللون البني بسبب الوحول، فيما عمليات البحث تجري عبر الغطس مع انعدام الرؤية في المياه الداكنة وفق ما أوضح غطاسون من فرق الإنقاذ. أيضا مما يعيق العمليات سوء الأحوال الجوية في بعض الأيام، إضافة لوجود الكثير من الجثث على أعماق كبيرة في البحر. وأخيرا، فالفيضانات التي تسبب بها أعصار دانيال قبل أسبوعين في ليبيا حصدت قرابة 4000 ضحية بحسب حصيلة غير نهائية أعلنها أمس السبت المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة، لكن الحصيلة تبقى مرشحة للارتفاع خاصة مع عدم انتهاء عمليات البحث والإنقاذ، وأيضا لأن الجثث التي دفنت على عجل في الأيام الأولى بعد الكارثة لم تحتسب في هذه الحصيلة وفق المتحدث نفسه. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.